اهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعلم كيفية تصميم اعلان عقارات، وطبعا راح يكون بشكل احترافي وبسيط في نفس الوقت. تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير حجم التصميم الى مربع من خلال تخطيط، ومن ثم الحجم، ونختار احجام الورق الاضافية، وطبعا راح يكون الارتفاع 21 ايضا بنفس العرض. الان راح ندرج الخلفية الخاصة بالاعلان من ادراج صورة. جيد، الان راح نضغط كليك ايمن، وطبعا من التفاف النص راح يكون خلف النص بهذه الطريقة. الان راح نضيف اشكال، مجموعة اشكال مثلا هذا الشكل بهذه الطريقة، وطبعا راح يكون لونه بهذا اللون. مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي راح يكون لونه افتح بهذه الطريقة، وطبعا ممكن شكل اخر، وطبعا راح يكون اصغر. جيد، الان راح نضيف صورة خاصة بالعقارات ترمز الى العقارات. طبعا نضغط كليك ايمن على الصورة، ومن ثم التفاف النص، ونختار امام النص، وطبعا راح نكبر هذه الصورة بهذه الطريقة تكون اجمل طبعا واقوى. ننوه انه جميع هذه الصور المستخدمة في هذه المحاضرة ستكون متاحة للتحميل مجانا مع هذه المحاضرة. الان راح نضيف الصور الخاصة بالغيوم من ادراج صورة. ايضا راح نضغط كليك ايمن، ومن التفاف النص راح نختار امام النص بهذه الطريقة. جيد، الان راح نضيف النص الخاص بالاعلان من خلال ادراج مربع نص، ونختار رسم مربع نص. نكتب اسم المكتب بهذه الطريقة. طبعا راح نغير لون، وطبعا نوع الخط، وطبعا الحجم خاص بالعنوان بهذه الطريقة طبعا، وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طبعا ممكن يكبر اكثر، يعني ممكن يكون 52. جيد، الان راح نستنسخ النص، وراح نكتب جملة تحفيزية. مثلا ممكن هذه الجملة تكون بهذه الطريقة بهذا المكان. ممكن نغير اللون، لون النص، ممكن نختار لون جوزي، يعني ممكن هذه الألوان مو مناسبة، ممكن نجي إلى ألوان إضافية، يعني ممكن نختار هذا اللون. وطبعا لا بأس أنه نضيف ظل، من ظل بهذه الطريقة. الآن ممكن طبعا نكبر هذا النص، ممكن يكبر بهذه الطريقة طبعا. ممكن يكون 50، أو ممكن يكون 60. جيد، الآن طبعا ممكن نضيف العنوان هنا، العراق بغداد. طبعا ممكن يصغر النص. طبعا ممكن نضيف ارقام للهاتف، ارقام عشوائية. مثل ما نلاحظ اصبح عندنا اعلان احترافي لمكتب عقارات. ان شاء الله يكون هذا الاعلان سهل وبسيط واحترافي في نفس الوقت.